عد بعد الفاصل والمحب ما زال يواصل أكيد لقطات فنية وتحديات بالجملة. نرجع لفؤاد بفتح مباشرة من الدوحة. فؤاد أكيد أكيد عادل يظل المحب البرازيلي هذا نجم يقعد للصباح وما يطيحش الكرة. معنا الجماهير البرازيلية. Congratulations. What do you think about this win against Korea today? Today was the real Brazilian football. In the first half, the second half, they like save a little energy for the next game. But that's Brazil. Great team for Brazilia today. Huh? What? Yes, yes. We are very exciting, and we are going to win the cup. Do you dance samba? Yeah, da, samba, please. يا شاد حتى دانسا كوبانتيني هاي في الموبايل. هني العد مجيد طبعا. يا العد مجيد عندك التعليق. هذه أول مرة سامبا ما غير موسيقى. ليه؟ بلا موسيقى. يا عادل. يا عادل بالحق بالحق. شوف تو هي هو جنكل وهي تشتح. شوف البرازيليين معناها ما شاء الله عليهم وشوف معناها عندهم ها زوز لا زوز زوز باين زوز ولا زوز حاسس انت ما شاء الله عليك يا كوبانتين هاك على خاطرك يا كوبانتين على ذكر جنجيل فؤاد وعادل فما رقم عالمي حاولت في الاثناء اتقصى على الرقم العالمي مش عارف مدى يعني انجاز هذا الرجل اللي ما شاء الله عليه كما قلنا كل شيء على المباشر. الرقم العالمي عند بريطانيا عادل 208333 تنطيط للكره في 24 ساعه هذا رقم من 2010 وساري المفعول عند الانجليزي يعمل 8500 جنجيله في الساعه الرقم العالمي الساري واكيد الريال هذا يعني اعتقد ينجم يعمل ارقام احنا اليوم مش الحق تحطموه الرقم القياسي هذايا مع البرازيلي طبعا على المباشر في قناه التاسعه وطبعا الوصف مباشره دائما وابدا مع مبعوثه الى هناك فؤاد بوفتح بتأمين طبعا الصورة من طرف محمد فليس على عين المكان. فؤاد لك الكلمة من جديد عندك تفاعلات ولا طبعا تصريحات ما بعد مباراة البرازيل كوريا. هو الحقيقة نحاولوا نختاروا عادل تعرف كما قلت لك أنا برشا جنسيات نحاولوا نختاروا حتى يظهر لي من سوريا ما تبعدش خليك في الصورة خليك في الصورة فؤاد ما تبعدش قاعدين نسألوا على باهي أنا حبيت نخلي الصورة معناها للمحب البرازيلي ونحاول أنا نكون نتحرك أكيد المحبين العرب عندهم معناها محبة خاصة للمنتخب البرازيلي هكا ولا أكيد أكيد بتوقع كل حدا بيحب الفوتبول بالعالم لازم يشجع المنتخب البرازيلي اليوم بعد ما شفت المقابلات ما زلت غدوة مقابلات حسب رأيك شكون الفريق المؤهل أكثر أنه يمشي للنهائي ويفوز باللقب والله بتوقع البرازيل حقيقة بعد مباراة اليوم حتى بتوقع فريق البرازيلي هو الفريق المحتمل الاحتمال الأكبر أنه هو ياخذ البطولة أكيد العباد الكل هنا يشوفوا البرازيل يمكن أكثر فريق ينجم يهز كأس العالم كما قلنا زاد البارح المنتخب الإنجليزي من المنتخبات الممتازة في كأس العالم هذا دون نسيان طبعا المنتخب الفرنسي صاحب اللقب الأخير وصاحب معناها هجوم قوي بقيادة مبابي أكيد برشا جماهير من نحاولوا ناخذوا في المباشر عادل تفضل فؤاد معنا عائلة برازيلية عادل عندنا عائلة برازيلية what do you think about this win against Korea? Speak much English here, Portuguese. I don't speak Portuguese. Como Brasil. Brasil. Para Brasil. Brasil. Samba, você samba? Samba para ele ver? Samba para ele ver, vai. Samba, samba. Samba, samba, samba. Samba. Samba, samba, samba. Vai, vai. محليهم الحقيقة عادل معناها شعب محليه الشعب البرازيلي أكيد عندنا على غالب لهجة حدنا حد شوية فرنسي وانجلي بورتوغي ما نعرفوش باي باي طبعا ما زلنا على المباشر مع الأجواء البرازيلية
تفضل عبد المجيد. مرته سامبا. سامحني؟ مرته تشتح سامبا قدام. قول يسمع فيك فؤاد. لا هو بالبرتغالي. يسمع فيك فؤاد. بالبرتغالي باش يقول له قول. لا لا يا فؤاد يسمع فيك. يا فؤاد. علمني شوية برتغالي تنقول لها يا كوبونتين. واو يتكلم برتغالي. تفضل يحكي معك. أنت كملت كملت. يا فؤاد. كمل انا مرته وخلي تشوفوها تشتح الصنبق مشتح انا لا مرته 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 انت ويا يا فؤاد فؤاد قل لهم فقط وحاول والله مش نحاول معاها بالعربي باكش تفهم مش نحاول مش نحاول نبلغ المساج بتاع قبلتين قلها اسمع لازم نبلغ لك كلمه كما لازم نعمل شيء براس القبنتيني دانس سامبا كاو سامبينا دروز دانسا اوكي كي قلت لها براس القبنتيني شكرا هاي كلام برتغالي لا حد شايف براس القبنتيني تقبل حبيت نعطيك جمله بالبرتغاليه يا فؤاد اما للاسف حبيت نساعد قبنتيني ما هو ساعد ديجا هو ما يحتاج قبنتيني المساعده يكفي ذكر اسم قبنتيني هو قال قبنتيني مشات الامور فاستجابت مباشره يا يا ابو فتح قل له تيموس ذكرى قديمه قبنتيني سجل هدفين لما كان يلعب مع الاسبيرونس ضد قربه كما اليوم تو تحكي على قربة تراك على محكمة الاحترامات القربة البطولة التونسية في الرابطة الأولى والثانية والثالثة خلينا في كأس العالم ربي اختار البطولة التونسية والأجواء بتاع الكرة التونسية مع تحياتنا لنادي قربة المتميز على الدوام فؤاد ركز معايا بعد تجديد التحية ركز معايا قول لهم عندنا اي قول لهم تيموس اون فاموزو سبيشاليستا قبنتيني قول لهم فاموزو سبيشاليستا ام فوتبول كي اما برازيل قل لهم هكا واسمه القبنتيني قل لهم الجمله ذي معانا فاموزو سبيشاليستا قل لهم وابدا كوما يستس الحقيقه حسني هذايا لازم لازمها بورقيبه سكول ونقعد نحفظ فيها برشا يا حسني سهلة يلا لحظة لحظة خليك يلا فؤاد عندك برشا برشا مستشعين عربي يحبوا يحكيوا عادل معنا الأخ منين؟ جابر من قطر من قطر أكيد برشا قطريين اليوم وكان يساندوا في المنتخب البرازيلي المنتخب البرازيلي اللي يظل العرب الكل عندهم محبة خاصة للمنتخب البرازيلي إن شاء الله أمنا في المنتخب المغربي بكرة إن شاء الله مع أسبانيا وإن شاء الله أسود الأطلس راح يأدوا أداء قوي إن شاء الله بالنسبة لمباراة اليوم كانت ممتعة جدا والحمد لله على التنظيم الموجود الآن في دولة قطر في المونديال تقول لك قطريين فرحانين أنتم نقولوا بالتونسي لأنه العالم الكل في قطر اليوم وقطر خاصة أنها نجحت إلى حد الآن في معني العرس الكروي العالمي هذا صحيح صحيح مثل ما أنت شايف التنظيم من أفضل التنظيم حول العالم وهي تعتبر البطولة أعتقد من فترة طويلة البطولة الأولى اللي تحصل في مدينة واحدة ومشجعين كرة القدم دائما يتمنون أنهم يحضروا جميع المباريات عندما تكون في مدينة واحدة وهذا يعني من فترة طويلة حدث في دولة قطر وهذا ليس مجرد بطولة تقام في قطر وإنما تقام في دولة قطر اللي هي تعتبر مونديال للعرب هذا يعتبر مونديال لكل العرب وليس فقط لقطر شكرا لك نخليكم عادل في الصور في انتظار استجوابات اخرى اكيد انا مبطلين ما عادش احكيو شيء باش نقعدوا نتابعوا الصور المباشره هذيا ونستمتعوا طبعا بهذه اللقطات الفنيه المتميزه من احد مشجعي المنتخب البرازيلي هي رساله واضحه على انه منتخب البرازيل او انه شعب البرازيل مهووس بكره القدم واكيد هذه الفنيات العاليه الموجوده عند الجماهير ما نستغربوش هذه السيطره البرازيليه وهذه الايقاعات البرازيليه المتميزه في كل المباريات وفي كل التظاهرات وخاصه في كاس العالم شاهدنا ايضا الرساله القويه للاعبي منتخب السامبا بعد الفوز 4-1 على المنتخب الكوري ورسالة إلى العالمي إلى الأسطورة الكبير بيلي اللي مر طبعا بفترة صعبة من ناحية صحية لكن ثابت إهداء هذا الانتصار هو رفع للمعنويات وأيضا لمعنويات الشعب البرازيلي
اللي يكون كل الحب والتقدير والإجلال لهذا الأسطورة الكبير حتى في كل دول العالم. احنا هنا في تونس وفي المغرب العربي وفي البلدان العربية وفي كل بقاع العالم نحيي هذا اللاعب ونقدر جيدا ما قدمه للكرة العالمية والكرة البرازيلية بشكل خاص. هذه الأجواء عنده عادل بحذا أبو فتح نحاول نساعدوه، عنده شباب من جمهورية كوريا الصديقة، يعني عنده كان يحكي كوريا غذية من الشباب من جمهورية سوريا الصديقة، كوريا من جمهورية كوريا الصديقة هوك بحذاه ما مشالهم جمهورية كوريا الصديقة. وعلى كل حال قاعد يحاول فؤاد ويقنع في طبعا الأحباء هناك للحديث عن هذه المباراة وعن الأجواء في العاصمة القطرية الدوحة اللي كما نعرفوا تحتضن لأول مرة يعني دولة عربية كأس العالم، والأجواء استثنائية بكل المقاييس داخل الملاعب خارج الملاعب في كل الفضاءات التي خصصت للجماهير، ويعني نجاح باهر لهذا المونديال على جميع المستويات. ننتظر باقي المواعيد على المستوى الفني على مستوى المقابلات لطبعا تكتمل الصورة ويكون مونديال قطر استثنائي بكل المقاييس. إذن أمام ملعب 974 يعود فؤاد وأكيد دفعة جديدة أعتقد من الأحباء والمشجعين، وأعتقد اختار المشجعات نزولا عند رغبة عبد المجيد القباطيني اللي يمن يعني بالعنصر الرسائي اللي قاعد يحضر ويعطي في صورة متميزة لهذا المونديال. القباطيني أنا اللي أحبه عليه. You lost against Brazil today, huh? We lost, but we played well and we did our best, and all our player was great. So that's fine. It's yeah, okay. Yeah. And then we are gonna support Argentina from now. What do you say about this game today? Okay, same. Yeah, we did it very well. However, Brazil was very strong. So what to do? So I'm supporting Brazil. They're gonna win. Yeah. That's it. Yeah, yeah. I will support Brazil. She said that she will support Argentina. However, I will support Brazil. So, I will say it can be the number one. Okay. حتى الكوريات محليهم حتى بعد الخسارة قسموا بعضهم. فما يكون مش يشجع على البرازيل وفما يكون يشجع على الأرجنتين. أكيد عادل من عارش كان تحبوا نزيدوا نسألوا ولا فما أجواء كبيرة مغادي من شا كان ينجم محمد فليس أكيد. You can dance Korea and sing. We can dance? No, yes. There is no music. No music. You can ask the gentleman. She's the master singer. Sing. Thank you. Thank you. Thank you. طبعا يعطيك الصحة فؤاد بو فتح على كل هذه الصور والريبورتاجات المباشرة من أمام الملعب 974 اللي يحتضن آخر مباراة في كأس العالم قطر 2022. أكيد المحب البرازيلي قاعد يبدع وقاعد يقدم في عروض فنية فيها من السحر الكروي شيء الكثير. تحية ليك وتحية ليه وتحية أيضا محمد فليس على هذه التغطية المتميزة. أكيد إذا باش نكملوا معاه باش نبقاو للصباح ومش باش يطيح الكرة. أكيد هذه هي البرازيل وهذا هو الشعب البرازيلي مهووس بكرة القدم. نعود لأجواء الفلاتو ونتحدث بعد قليل على المنتخب التونسي وجاهزيته البدنية. هل كان المنتخب جاهزا بالفعل من الناحية البدنية للمونديال العالمي على الأراضي القطرية؟ عزيز جباري وبلال النكاع في هذا التقرير. المنتخب التونسي ينهي مغامرة كأس العالم. بين الانبهار بالأداء ضد الكبار ومرارة الانسحاب اختلفت الآراء. من النقاط اللي جلبت الانتباه في المشاركة المونديالية السادسة هو التألق أمام الكبار. الجميع
كان متخوف من الجاهزية البدنية للملاعبين وعدم القدرة على مجاراة تساق المنتخبات العالمية. يا رجال يا غندري رد بالك في خطا المنتخب التونسي. الرهان الأكبر كان مع تجمع السعودية. تربص مثل فرصة حقيقية للوقوف على تجهيز كل الجوانب وبالأخص الناحية البدنية. لاعبية في سقاء عدد محترم من المقابلات وعناصر أخرى من الضروري تجهيزها في المواقف. الرهان لازم للملاعبية الكل تظهر في نفس المستوى. كيفاش صارت الخدمة في تجمع السعودي؟ وشنية العوامل اللي ساهمت في الوصول لتحقيق المهم؟ وهل فعلا يمكن القول انه المنتخب التونسي كان في التوب فورم بدنيا خلال مشاركته على الاراضي القطريه؟ نسور كارتاج كانوا جاهزين في اللي ماتش شوك، فوز بالثنائيات، جاهزيه بدنيه عاليه، خلت الياس الصخيري مثلا يكون ثاني اكثر زوفيتش 39 كيلومتر فاصل 62، معطيات لا تحجب ايضا بعض النقد. الاعداد البدني في عالم كره القدم اصبح لبنه اساسيه وعامل مهم في نجاح المنتخبات والفرق. المؤكد أنه الجميع يحرص على إلى هذا الجانب أهمية قصوى على تلافي السلبيات في قادم الاستحقاقات. طبعاً كابتن هشام غزير معد البدني للمنتخب الوطني التونسي. السؤال المطروح، كنا تحدثنا عن الاعداد البدني واهميته في كاس العالم قطر 2022 وطرحنا عديد الاشكاليات والاسئله، وانت اكيد نشكرك على يعني قبول الدعوه للحديث عن الجاهزيه البدنيه للمنتخب التونسي، هل كانت مثاليه في كاس العالم قطر 2022، خاصه وان هناك عديد اللاعبين ينتميون للمنتخب، فمش كون لعب مقابله، فمش كون لعب 8، فمش كون لعب 13، كيفاش وصلتوا خدمتوا حتى تجهزوا كل اللاعبين على نفس المستوى قبل طبعا بدايه كاس العالم؟ يعيشك سعاد، قبل ما نبدا نحب نغتنم الفرصه ومن المنبر هذا نحب نقدم على الاقل الخليه الاعداد البدني اللي كانت تواكب في المنتخب في المشاركه في المونديال هذا. الخليه هذه تتكون من شخصي المتواضع، كذلك من سي محمد التونسي اللي هو يعتبر ابن الجامعه التونسيه لكره القدم، وكانت عنده العديد من المشاركات الافريقيه وكان موجود حتى في مونديال روسيا 2018، ويعتبر زاده من المعدين البدنيين المميزين الموجودين في تونس. كذلك سي محمد العياشي اللي هو اختصاص متابعة وتقييم واختصاص العمل على تقنية الجي بي اس، اللي كان التحق بنا مباشرة بعد التأهل على حساب مالي، وبصراحة وجوده معنا قدم إضافة كبيرة ياسر للسلول دو بريباراسيون فيزيك. الحقيقة نحن العمل متاعنا يبدأ قبل فترة كبيرة في تحضير كل مباراة ولا كل دورة. العمل متاعنا يبدأ قبل فترة كبيرة، والعمل هذا يرتكز على زوز محاور. المحور الأول هو متابعة اللاعبين المنافسين، منتخبات المنافسة، كما يقع تقييمهم فنيا فيقع تقييمهم بدنيا من الجانب الفردي والجانب الجماعي. ندرس نقاط القوة متاع كل فريق، وندرس كذلك كيفية التعامل مع هذه النقاط. كذلك عنا متابعة مباشرة ومتابعة يومية للاعبين متاعنا اللي موجودين في القائمة الموسعة. نحن باتصال مباشر مع كل اللاعبين وباتصال مباشر مع الأجهزة الفنية متاعهم، وإذا شاف الإطار الفني وأنه من الصالح تدخل فإن نحن ندخله لدى اللاعب، نمكنوه من برنامج تكميلي باش يكون جاهز على أحسن وجه في عندما يلتحق بالمعسكر، وهذه صارت مع العديد من اللاعبين. كذلك إذا كان عندنا لاعبين عايدين من إصابة أو لاعبين فرقهم متوقفة عن النشاط لأنه بطولاتهم كذلك توقفت لفترة كبيرة قبل كأس العالم، لاعبين هذوما كنا نجلبوهم ونقدموا لهم، يقع إخضاعهم لبرنامج إعداد شامل باش يكونوا في أفضل حالاتهم عند بداية المعسكر. والعملية هذه صارت مع يوسف المساكني، مع فرجاني ساسي، مع نعيم السليتي، كنا اشتغلنا معاهم في تونس قبل ما يبدأ حتى معسكر السعودية.
وقت يلتحقوا لاعبين بالمجموعة يقع تقسيم اللاعبين إلى عدة مجموعات على حسب الجاهزية البدنية متاعهم، على حسب التون دجو، على حسب نومبغ دو ماتش جوي، على حسب زاد ليدات داغيفي متاعهم، وكذلك نخضعوهم لبعض الفحوصات الطبية وكذلك والفحوصات البدنية باش يقع تقييم المجموعات، لأنه تعرفوا في على مستوى المنتخب كل لاعب فما ترافاي لا كارت، كل لاعب عنده أهداف معينة يشتغل عليها، مش الناس الكل تخدم. سي هشام هنا في مجموعة متاع لاعبين، معناها كيفاش نجموا توفقوا قلت ترافاي لا كارت، معناها كل لاعب وطريقة الإعداد نتاعو بدنيا حتى يكون جاهز لجورجي، كيفاش يعني يتم يعني في وجود 26 لاعب ولا أكثر شوية في بعض الأحيان، كيفاش تسمى العملية؟ سعادة المهمة ماهيش صعيبة بالحق، ستون كاستيت الحقيقة، ذاك علاش احنا معناتها حابين نثريو الإطار الفني، احنا ثلاثة من الناس نشتغلوا إلى جانب الإطار الفني اللي موجود اللي يعاوننا زادة في الـ في الـ في الـ في, الـ في العمل البدني كيف نحتاجوهم. الحقيقة معناها ماهيش سهلة العملية بالكل، لأنه كل لاعب كما قلت لك لازمه دوز معينة من العمل، لازمه شارج بيان سبيسيفيك، مش كيما يشتغل لاعب اللي لاعب اكثر وقت ولاعب اللي لاعب اقل وقت، فما اختلاف كبير. الحقيقه زاد الاجهزه المتطوره اللي وفرتهم الجامعه، احكي لنا شويه على الاجهزه اللي قاعدين نشوفوا فيهم، شنو دورهم بالذات شو بالتحديد؟ باهي بالنسبه لتقنيه الجي بي اس، تعرف نحن كل في كل حصه تدريبيه عندنا اهداف نحطوها أهداف مسبقة، الأهداف هذيك يلزمنا نوصلوا لها وفي نفس الوقت ما يلزمناش نتجاوزها. لهنا تجي أهمية الجي بي اس، لأنه التقنية هذه تسمح لنا وأنه نقيموا آنين ومباشرة المجهود اللاعب على الملعب، وتخلينا نجموا. والكاميرا هذه بالضبط شنو دورها؟ الكاميرا هذه احنا قاعدين نصوروا في السيونس نتاعنا بتقنية السبيديو. التقنية هذه تسمح لنا باش نرجعوا من بعد على كل صغيرة وكبيرة فنيا وبدنيا، كيف نحن نحط رواحنا تحت المجهر، نشوفوا نوعية التمارين نتاعنا كيفاش تجاوب معها اللاعب، نحاولوا نصلحوا ونحاولوا ديما نقدموا الأفضل للاعبين. كابتن هشام عندي سؤال بس، هل المستوى البدني للاعبين كان سبب في استبعاد بعضهم من اللعب اساسيا او احتياطيا في المونديال؟ والله النقطه هذه طرحت سمعت بها انا شخصيا، لكن الحقيقه راهو الهدف من الاختبارات مش اقصاء اللاعبين، الهدف من الاختبارات هو الوقوف على مدى الجاهزيه باش نعرفوا شنو نخدموا معاهم وشنو نبنيوا معاهم في المستقبل. هشام سمحني عاد بالله في الاطار هذا وبعد نسمحك بعد اذنك خليني في الاطار نتاع كابتن شريف، هل انه المعدل البدني ونحكي عليك انت سي هشام مباشره مع الصف نتاعك عنده دخل في قرار مثلا اقصاء لاعب من القائمه على اعتبار عدم جاهزيته، ينجم يدخل يعني على مستوى اختيارات القائمه ككل، اختيارات اللاعبين للتشكيله الاساسيه او حتى عدد دقائق اللي لعبها؟ نعم صار هذا ولا لا؟ الشيء هذا مش مطروح بالنسبه لنا احنا، لكن في بعض الاحيان لما يكون مستوى لاعب بعيد بنسبه كبيره على بقيه ولا على النورم اللي نحن محتاجينهم، فيقع تقديم تقرير للمدرب الاول، والمدرب الاول هو اللي ياخذ القرار في استبعاد اللاعب من عدمه. السؤال بس اللي انا نحب نقوله لك هشام، لانه احنا تو كنا نشوفه في الفي تي ار ونعرفه، انا نحب نقول لك هل يمكن تجهيز اللاعب في المنتخب او الاكتفاء بالنسبه لي انا بالتقييم البدني؟ هل يمكن احنا في المنتخب ونظرا لقصر الفتره والمده هل يمكن تجهيزه والا لا؟ من ناحيه البناء صعب، ما تنجمش تبني في فتره قصيره، لكن لهنا السنسيبيليتي نتاع لو ترافاي فيزيك وانك يلزمك تعطي كل لاعب الجرعه اللي يلزمه ياخذها، ما يلزمكش تتجاوز وما تنجمكش تعطي اقل من المطلوب. هل يمكن انك توصلوا لمستوى معين والا لا؟
بطبيعة انت لما تاخذ اللاعب لاعب مثلا ناخذ ليكزامبل نتاع لاعب مرهق وعنده طون جو كبير يزمك تاخذه وتعمله لافيتاج نتاعو تعطيه الشارج نيسيسير باش يقطع عمليه الاستشفاء في اسرع وقت ممكن ويكون جاهز للمباراه في اسرع وقت. سؤالي هشام اللاعبين اللي ما همش جاهزين كيما ناخذوا عده لاعبين مثلا ناخذوا بن رمضان قبل ما يمشي للمنتخب لاعب فتره يعني طون جو قصير في الترجي كيما نشوفوا مرياح كيفاش يمكن تجهيز اللاعب هذا كيما قلت في مده قصيره؟ كيما قلت لك فما تقرير بدني تعطاه للمدرب الاول. نحن كما قلت لك كنا باتصال مباشر مع الاجهزه الفنيه للترجي الرياضي التونسي، نعرفوا اللاعب بالضبط شنو قاعد يعمل، نعرفوا لي دوني جي بي اس توا نتاع الانديه الكل متوفره عندنا، معناتها نجموا نشوفوا اللاعب في انا حاله موجود ونقدموا التقرير نتاعنا للمدرب. بطبيعه فما خيارات من بعد نجم تاخذ لاعب حاضر 70% لانك تمن بقدراته الفنيه وتستبعد لاعب حاضر 100% لانه ممكن يكون اقل قيمه فنيه من اللاعب الاخر. هذه امور فنيه ترجع للاطار الفني. احنا كمعدين بدنيين كما قلت لك نحاولوا ناخذوا المجموعه مع ساعات نتحطوا قدام الامر الواقع فما تفاوت كبير، فما ناس امكانياتها البدنيه باهيه فما ناس اقل شويه. نحن نحاولوا كما قلت لك اترافير لو ترافاي دو جروب باش نحضروا نجهزوا احسن على احسن ما يمكن اللاعبين الكل. بعد التحضيرات اللي قمتوا بها واللي المده نتاعها تقريبا بدات من تونس وكملت في استاج السعوديه وبعد ثلاثة مقابلات اللي انتم شفتوهم، هل انتم راضين على المستوى البدني للمنتخب قياسا بثلاثة مقابلات؟ ولو انه السؤال هذا كنا نجم نخدموا به الحوار لان الحوار مازال متواصل. تنجم تسجلوا سي عبد المجيد بعد اذنك. انا حاب نسال انا سي هشام في علاقه توا بالمشاركه بتاعنا في كاس العالم، فما زوز اسئله ساعه نجموا نطرحوها. الجاهزيه البدنيه للاعبين قبل كاس العالم كيفاش كانت؟ لانه كما قلنا فما لاعبيه لاعبين مقابله واثنين، فما لاعبين 10 و12 مباراة، يعني فما تفاوت على مستوى الجاهزية البدنية وهذا واضح. كيفاش عملتوا باش خلطتوا الأخرين وهل خلطوهم ولا وفقتم ولا ما وفقتمش في أعداد اللاعبين حتكونوا جاهزين بنسبة مئوية قريبة؟ الحقيقة ثم أنك في كل 3 أيام عندك مقابلة أنك الحضور البدني وينعكس الحضور الذهني وعلى الحضور الفني. أكيد كيفاش تعاملتوا مع دورة كما هكا تتطلب حضور بدني متميز مع لاعبين يعني على مستوى عالي اليوم تلعب ضدهم، ثم شكون اللاعب اللي جلب انتباهك بالارقام ولو انه حكينا على سخيري، شكون اللاعب او اللاعبين اللي برزوا على المستوى البدني وكانوا معناه عندهم اثر ايجابي على مستوى الاداء والمردود تاع المجموعه ككل؟ نحاول نجاوبك تدريجيا بسؤال بسؤال. نعم بالنسبه احنا كان عندنا هاجس كبير ياسر لانه الحقيقه قبل كاس العالم كنا متخوفين لانه اللاعبين نتاعنا كان عندهم طون جو بعيد ياسر على المستوى اللي موجود في النورم انترناسيونال. نحن كي نحكيو على طون جو عندي بعض الارقام بالنسبه للمعدل الدقائق اللي لعبناها معناها قبل كاس العالم في السيزون تاع 2022-2023 بالنسبه عاملين 950، بالنسبه للدنمارك عامله 1260 دقيقه موين. افضل لاعب في الدنمارك عامل 1820 دقيقه، بالنسبه لفرنسا عاملين افضل لاعب عامل 2093 دقيقه وموين عاملين 1400 مينوت جوي. نحن لي فالور نتاعنا كانت محتشمه شويه. نعم. هذاك علاش كان عندنا الهاجس هذايا، كنا متخوفين وانه اللاعبين نتاعنا ما يجاوبوش. عطيني احصائيات بخصوص اللاعبين التوانسه انت في مقارنه طبعا مع المنتخبات الفرنسيه، المنتخب الفرنسي المنتخب الدنماركي. نعطيك احصائيات من بعد المشاركه، هذه احصائيات. نعم. قبل المشاركه. لا قبل المشاركه كيفاش كانت وضعيتنا باش نعرفوا بعد كيفاش. هذا هو هذا هو معناتها بالنسبه للاعبين نتاعنا شكون اقصى لاعب يعني على مستوى المشاركه؟ اقصى لاعب ما نجمش نعطيك بالاسم حاليا، لكن اقصى لاعب لعب معنا 950 دقيقه، اقل لاعب 277 دقيقه. بالمقارنه مع الدنمارك اقل لاعب لعب 600 دقيقه، واقل لاعب في فرنسا لعب 900 دقيقه. طيب الفوارق هذه
أثرتش على الأداء، على المردود، على النتيجة، في علاقة بالمباريات نتاعك؟ هذا هو الحمد لله، من بعد ما قمنا بالشغل نتاعنا الحمد لله وفقنا ربي، عرفنا كيفاش نتعاملوا مع الوضعية هذه اللي كانت وضعية صعيبة، وشفتوا كيفاش كان المردود نتاعنا متميز، ونجمنا نجري ونسق العالي نتاع المنتخبات الكبيرة اللي لعبنا ضدها، وصلنا تفوقنا بدنيا على منتخبات في حجم الدنمارك، في حجم فرنسا، كنا أقل شوية ضد المنتخب. علاش تحنا ضد أستراليا؟ هو بدنيا تحنا. هو ما تحناش، احنا ونركولي شوية بدو كيلومتر، عملنا كونتر الدنمارك عملنا 117 كيلومتر، نعم. وهما عملوا 115 كونتر أستراليا. يعني كيلومتر هو اللي فصل في زوز كيلومتر. زوز كيلومتر. قداش عملنا 117؟ عملنا 117 وهما عملوا 115. 115. احنا كنا افضل منهم في الاموين ب 2 كيلومتر. طيب بطبيعه راهو سيتان بارامتر مع بارمي دوتر ليستونس. الدنمارك وفات خير منا في العشر دقائق الاخرانيه، غبصونا معناها تقريبا دحمان نحازو سكور ودخل علينا بلي كورنير، ومعناها تقريبا بالتغييرات نجم نقولوا اللي عملها المدرب مسيو بلون فيزيك طحنا في ما نعرفش الدمارك. ممكن كما تحكي انت، لكن هذه ارقام مسجله. ارقام احنا نشوفوا ارقام راه بعد ساعات ما توريكش حقيقه. احنا نشوفوا للدنمارك وفات العشر دقائق الاخرانيه كنا خايفين وقتاش تربيت يزفر ونخرجوا سلامات، معناها مشات الناس كل صحيح. ممكن كان رجوع تكتيكي، رجوع فني، لكن على المستوى البدني الحقيقة ما كانش عندنا مشكلة. لكن الجانب البدني ضر، ما نعرفش هشام توافقني ولا لا، ماذا بيا تكون أكثر صراحة معايا في الموضوع هذا، في مباراة أستراليا اللي كانت نقطة استفهام كبيرة واللي مثلت حسرة كبيرة عند الشعب التونسي، لأن المباراة اللي نعتبروها هي اللي خرجتنا من المونديال. هل أنه الجاهزية البدنية كانت حاضرة في هذه المقابلة مقارنة بمقابلة الدنمارك كانت مثالية إلى بعد الحدود، وهل أنه كانت نقصتنا حاجات جزئيات في علاقة بهذه المقابلة حتى نخرج بالنتيجة المرجوة؟ كما قلت لك نحن التحذير متاعنا كان مسبق، درسنا كل المنتخبات وكنا نعرفه جيدا، وكنا حذرنا من الشيء هذا وحكينا مع اللاعبين متاعنا، وحتى في الاجتماعات متاعنا نعرفه أنه المنتخب الأسترالي منتخب قوي، ومنتخب قوي بدنيا. نعم. المنتخب الأسترالي تفوق بدنيا على كل المنتخبات المشاركة في المجموعة، تفوق بدنيا على المنتخب الدنماركي، تفوق نسبيا على المنتخب التونسي، لأنه لكن ما تفوقش على المنتخب الفرنسي. لا، تفوق على المنتخب الفرنسي من الناحية البدنية. كيف كان النتائج نتاعو بدنيا كانت أفضل. لا لا ليش قديش هو بدا وسجل الأولادي. لا لا نحكي لك، نحكي لك شنو النتائج بدنيين، نحكي لك شنو النتائج والاهداف ما عندهمش. يعني ناس زاد سحينا سؤال اخر عبد المجيد، وما نعرفش نعطي بعد كابتن حسني، هل انه التفوق البدني لا يعني بالضروره التفوق الفني؟ لا يعني بالضروره، ولكن هو عامل مهم ومهم جدا طبعا، لانه انت لو اذا كان بطبيعه الحال تراجع بدني بياثر ذهنيا، اذا كان ما تمتلكش انت ما تنجمش ما عندكش القدره باش تجري 90 دقيقه بطبيعه الحال، لما تنزل بدنيا المنتخب اللي امامك باش ياخذ عليك الديسيو، معناها لازم تكون حاضر كما يلزم باش نجم انت زاد توظف القدرات الفنيه نتاعك. تفضل. شكرا عادل، ملاحظه تمهيديه سريعه وسؤال. نغتنم فرصة حضور هشام اللي مثل الكفاءات التونسية، ماجور دو بروموسيون في ليكول دو ديجون، المعهد الأعلى للتربية البدنية. احنا حكينا في القراءة العامة على العدد البدني منذ يومين، وذكرنا أيمن الجديدي اللي لم يعمر طويلا، حضر ماتش مالي مع الشباب، لكن هذوما أولاد ديريكسيون تكنيك، أولاد الجامعة كما هشام غزية، كما محمد التونسي، كما محمد العياشي، كما جنود خفاء آخرين قد نتحدث عنهم ولو سريعا لاحقا. بعد ما نعطي الكريدي نتاع هشام غزية والتوانسة لي كومبيتون كل واحد في مجاله، لأنه ماجور دو بروموسيون عاد البهلال على سيريل موان، على البريباتور فيزيك توا الشهير في ليكيب دو فرانس، وعلى الاسماء على الفرنسيس اللي معروفين في المجال هذا كيما ديبون اللي مشى لريال مدريد، وهذه نقطه هو ما يحبش يحكي عليها لكن انا نتحمل المسؤوليه ونحكي عليها، بالتالي سيبور معناها نعطيه الحق لاصحاب الحق. بعد ما نقول هذايا يلزمنا نتخلاو شويه سي هشام على الجانب النظري والقراءه العامه، وباش نمشي معاك اسمح لي في صلب الموضوع، وارجوك نحبك تجاوب التوانسة بارقام مش بقراءات عامه، رغم من يعرف ما واجب التحفظ وكذا. التوانسة يحبوا يعرفوا
لانه في علاقه مع الجانب البدني والفني واللي يجري اكثر ما يربحش الماتش. سمعتكم انت ومجيد نتاع 117 كيلو اللي احنا في الركض 117 والدنمارك 115، جرينا اكثر منهم زوز كيلو لا يعني اننا فزنا بالمباراه، وجرينا ضد فرنسا 102 109 112 109 وكنا افضل من فرنسا بدنيا في الركض، لكن لعبنا واقفين ربع ساعه الاخرى كي دخل غريزمان ومبابي وديمبلي عملنا ربع ساعه الاخرى واقفين واحنا حشنا بالربح. وانا معك شيء طبيعي واحنا حشنا بالربح معك. خل نجيك للسؤال ليزانديز دو بيرفورمانس لو تكرمت تاع ثلاثه لاعبين، لانه باش نقعدوا نقراوا في القراءات العامه مش في الفيدو الناس على اهميه الملاحظات نتاعك. انا نحب نعرف لو تتكرم ليزانديز دو بيرفورمانس تاع سعد بقير في المنتخب الوطني في الاسبوع تاع السعوديه، واكون شاكر لك باش اعرف هل سبب خروج سعد اللي كنا نحتاجوه في بعض الفترات هل هو بدني ام بدني وفني ميكس. ونحب نعرف يوسف المساكني ووهبي الخزري ليزانديز دو بيرفورمانس نتاعهم، خاطر نعرفوا العيدوني والعابدي. العابدي مميز في السرعات العاليه هوت انتونسيتي، عمل دي شيف الروكور. العيدوني فيتاس ماكسيمال تخلف في ارقام قياسيه، والسخيري تخلف في ارقام قياسيه، ثاني اكثر من ركض في الدور الاول. اعطيني خويا الخزري والمساكني وبقير فقط واكون شاكر لك. باهي صحيح الاولاد قدموا مونديال ممتاز من الناحيه البدنيه، لي بيرفورمانس نتاعهم كانوا ديما الثانيين الثالثين. نجم نعطيك انا في الجوله الاولى السخيري مثال باش نجاوبك على السؤال نتاعك، خلينا نجيك بشويه بشويه. السخيري عنده ثاني اكبر بيرفورمانس من حيث المسافات المقطوعه في الجوله الاولى في كل المنتخبات. ايمن دحمان كان عنده ثالث احسن بيرفورمانس من ناحيه الفيتيس دو بيك، معناتها من ناحيه السرعه، جرى 27 كيلومتر في الساعه في الجوله الاولى والثانيه. كيف كيف ثاني احسن بيرفورمانس علي العابدي في النومبر دو سبرينت دو هوت انتونسيتي ما شاء الله عليه، معناتها في الجوله الاولى عمل 76 سبرينت، في الجوله الثانيه عمل 72 سبرينت دو هوت انتونسيتي. في الجوله الثالثه عندنا سخيري كيف كيف عنده ثاني اكبر بيرفورمانس ب 1300 و218 مترو. والعيدوني عنده احسن بيرفورمانس في البوست نتاعو، جو دي بيان في البوست نتاعو، معناتها في البوست دو ميليو ديفونسيف، عنده فيتيس بيك دو 34.8 كم الور اللي هو احسن بيرفورمانس في الجوله الثالثه. كي تجمع ثلاث جولات اون تيرم دو ديستانس تلقى السخيري في المجموع نتاع ثلاثه جولات يحتل المرتبه الثانيه من حيث المسافات المقطوعه. تبارك الله اولادنا معناتها كلهم متميزين، هذه ارقام ستاتستيك كانوا هما الثاني ثالث، لكن في المجمل كل اللاعبين كانوا حاضرين كما يلزم. نرجع لك للسؤال على سعد البقير. البدنيه نتاع سعد بقير في المعسكر نتاع السعوديه. سعد بقير البطوله نتاعو كانت توقفت قبل مده وبالاستشاره مع الاطار الفني، لانه سعد بقير كان ضمن القائمه الموسعه للمنتخب، وقع مدوا ببرنامج تحذيري مش ما يقعدش مرتاح لفتره طويله، وكان تمرن حتى مع فريق تطاوين، وكنت انا شخصيا باتصال دائم معاه، وكنت يوميا نشوف يبعث لي هو النتائج نتاع العمل نتاعو، وكنا نقيموهم مع باقي الاطار الفني. سعد بقير تنقل معنا للسعوديه، كان ضمن المجموعه، اجرى الاختبارات البدنيه نتاعو، كان يتمرن كما يلزم. صحيح في البدايه لقى شويه صعوبه وهذه كنا لمسناها من في التمارين، لكن سرعان ما دارك وسرعان ما كان. صعوبه من اي ناحيه هشام؟ صعوبه لانه كانت عنده فتره كبيره بعيد على التمارين، لكن مهما تعطيه برنامج ومهما توفر له معناتها من برامج ما ينجمش يحضر 100%، لازم يكون موجود عندك باش تشوف، لانه فما تقييم كما قلت لك مباشر اول باول، كل حصه تبني عليها الحصه اللي من بعد، الامور علميه دقيقه جدا. هذاك علاش لما يكون اللاعب معاك تنجم تتصرف معاه كما يلزم، وتنجم توصل به للزوبجيكتيف اللي حاجتك بهم. استبعاد مع احترامي، بس اللي انا عرفته وتابعته من زملاء اعلاميين ان استبعاد سعد بقير كان بهدف ضم لاعب لتكريمه في المنتخب، مش عايز اقول اللاعب ايه اسمه ايه ولا مركزه ايه، كان بهدف ضم لاعب على حسابه، لا هو فني ولا بدني ولا قصه دي، يعني مع احترامي لحضرتك وانا عارف ان حضرتك موقفك محرج، انت موجود جوه الجهاز. استبعاد سعد بقير كان بهدف ضم لاعب كبير السن لتكريمه في المونديال،
لكن سعد بقير لم يستبعد من الجانب البدني راهو. هذه هي المعلومه. ما قلتش بس ما قلتش سامحني ما قلتش لك فني بقى انا حشتغل معاك كمدرب. لا لا سعد بقير كانت لي بيرفورمانس نتاعو اترافير لي تيست دون لي نورم ما كانش معاه عنده حتى مشكل. وقع استبعاده فنيا لكن بدنيا نقول لكم بكل امانه واخلاص. هل ارقامه تقارن مع وهبي ويوسف؟ نحكيه على نفس المركز تقريبا في وسط الملعب مانيش نقارن له بالعيدوني وبالياس. هل الارقام من الناحيه نتاع السيلول تقارن وبوتنسيالمون؟ لا لا مش بعيد مش بعيد. كان دون لي نورم وكان حتى افضل من بعض اللاعبين معناتها من الجانب البدني. لكن كما قلت لك القرار نتاع استبعاد ليس بدني ليس بدني كان استبعاد فني 100%. وهبي ويوسف ليزانديس وهبي ينقصوا نفس الشيء مع يوسف. يوسف كانت البطوله نتاعه توقفت قلت لك قبل فتره كبيره من كاس العالم. يوسف كانت عنده الامكانيه باش يجي بحذانا وخدم معانا كما يلزم وكان حاضر بنسبه 70 الى 80%. صارت دوره الحكام الدوليه صارت دوره قطر. الحكام كان خدم معانا وبعد ذلك صارت دوره الحكام ففضلنا باجماع الاطار الفني وانه ياخذ طون جو خير من اللي يقعد يخدم معانا. ديما تعرف انه اللاعب كيف يلعب تكون الجاهزيه نتاعو افضل وحتى فنيا معناتها اللاعب في حاجه باش يمس الكره في حاجه باش تكون عنده الاحساس الفني لازم يكون موجود. طيب بما انك حكيت على يوسف كثر الحديث على انه يوسف ما فرحش الهدف نتاع وهبي الخزري وانه يوسف معناها كان غاضب كلام تقال. على كل حال وصلنا فيديو حول رد فعل يوسف المساكني بعد هدف الخزري نشاهد. شفنا فرحة يوسف المساكني حتى ياخو كله ذي حق حقه وحتى ما نتبلاوش على الناس وما نظلموش الناس. كل لاعب بيبقى عايز يشارك مع منتخب بلده طبيعي حريص لكن ما نجمش ما يفرحش بفوز المنتخب بتاعه. بلد يجيب جول وما فرحش دي حاجة يعني عيب حتى الكلام فيها. واضح الصورة ترد على كل حال نتجاوز. يلا عبد المجيد حاب نوه ساعة بالعمل اللي قمتوا به خاطر نعرف مش ساهل باش تحضروا مونديال وتلاهيوا منتخبات عالمية على مستوى عالي معناها يعطيكم الصحة برافو عليكم. لكن نحبك تجاوبني بصراحة. في الدنمارك خاصة في الشوط الأولاني تقريبا شفنا المنتخب خسر لي ديوال كل الكرة الثانية تقريبا على المستوى البدني الدنمارك كلاونا. هل أنت بعد المباراة بعد ما قيمته هل تعتقد أن الجانب البدني هو الدنمارك يتغلب فيه ولا الجانب الفني؟ كل أمانة نحبك تصرح. هي مباراة انتهت بالتعادل. لا لا مش انا سمعني على الاستراليا الاستراليا نحكي سمعني عفوا على الاستراليا اللي هي مباراة مفصلية واللي احنا حشتنا بها معناها شفنا تقريبا نص ساعة كلاونا خذاونا الكرات الكل الهوية الثانية معناها هل ان الجانب البدني هو اللي طيح المنتخب باش ما ربحناش المقابله ولا جانب ولو انه سالته له السؤال هذا ولا الجانب الفني انت عودته عبد المجيد مكتب مركز سبورتس. لا 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 ما جاوبتش اي بدنيا هل كنا ناقصين في مقابله استراليا اي مباراه استراليا. الحقيقة أنا نجم نجاوبك في الشق اللي يخصني اللي هو الجانب البدني. الأمور الفنية أنا ما نسمحش لنفسي وأنه نتدخل فيها. هذاك شأن يخص الإطار الفني المتكون من المدربين على كفاءة عالية. بالنسبة لي قلت لك أستراليا حضرنا لها نعرفوها وأنه نعرفوا أستراليا فريق صدقني كنا نجلسوا مع بعضنا يومين وكنا نتحدثوا مع بعض متأكدين اللي مباراة أستراليا كانت باش تكون مباراة صعيبة جدا وهذا المساج اللي حابين نوصلوه من أول كأس العالم لكل اللاعبين. الفريق الأسترالي فريق ممتاز جدا من الناحية البدنية وكذلك فنيا. شفتوا الفريق الأسترالي كيفاش أحرج المنتخب الأرجنتيني وكان قاب قوسين ودنا باش يعدلوا في دقيقة في الدقيقة الأخرى. لكن هشام مش بالطريقة هذيك راهو معناتها تقريبا نص ساعة لاعب مش موجودين. نحكي لك على الشوط الاول ولا الشوط الثاني؟ على الشوط الاولاني خاصه معناها كل شوط تنجم تجري 15 كيلومتر وتخسر لي دويل وهذاك هو اللي صار.
فريق الاسترالي قاعد يطول في الكوره تعاود ترجع تعاود يعملك لي دويل عملنا اونتام خايب تاع 23 مينوت ونقبلنا البونتو. اما انا نحب توا بور كونكلور حاجه صغيره برك باش نقولها اهميه دور النوادي باش يعاونوا المنتخب، لانه توا اليوم كي كنا نحكيوا هل ينجموا هما يجهزوا اللاعب ولا ما يجهزوش في الفترات القصيره هذيا. دونك هوني لو ترافاي هو اللاعب الجاهز هو اللي يمشي للمنتخب. لا بالطبيعه لا، ولكن فنيا وبدنيا هذا مفروض ما فيزيكمون نحكي لو ترافاي في لي كلوب مهم جدا يرتح برشا الاطار. لما كلوب تحكي عليهم في تونس عندنا اثنين ولا ثلاثه ملاعبين هذوما عاملين دي بريباراسيون برا راهو يلعبوا عندهم طون دو جو اون اوروب معناتها يسموا معناتها فوس لو بلون اتيتيك جاهزين. عندك ثلاثه على الاقل ثلاثه لاعبين في البطوله الخليجيه، ثلاثه لاعبين في البطوله التونسيه وثلاثه في البطوله الخليجيه، حتى اللاعبين اللي كانوا في قطر السعوديه وفي اوروبا باستثناء بعض الاسماء باستثناء الطالبي باستثناء السخيري باستثناء العيدوني، فانو التون جو نتاع اللاعبين الاخرين كان دون المستوى. انا اغريابلومون معناتها سوربري بالماتريال اللي عندنا. حاجه اخرى نحب نسالو انا نعرفها معناتها ونحبوا يسروا عليها على جي بي اس، نجموا راهو في اوقات وقت اللي ملاعب يخسر الماكس نتاعو نجموا نخرجوه، وهذه هي اللي ما فهمهاش معناتها الجمهور التونسي في اوقات راهو بجي بي اس دي فوا توصل الماكس نتاعك وتلقاه ملاعب يلعب مباراه كبيره والمدرب نتاعو يخرجه ونقعدوا باهتين نحن علاش؟ جو بونس صارت في العيدون. صحيح. شوف مش نفسر ونبسط الموضوع اكثر للاخيين وللساده المشاهدين، فما بليزيور بارامتر تاخذهم بعين الاعتبار باش تقيم الجانب البدني بتاعك. اهم بارامتر بالنسبه لي انا وتو نذكره لكم نحاولوا نذكروهم الاربعه، لكن اهم بارامتر هو عندك باك جراوند، عندك كل لاعب عنده دي بيرفورمانس ريفيرونس، معناتها فما على مستوى الجماعي عندنا مباريات ريفيرونس وعندنا كل لاعب عنده دي بيرفورمانس نتاعو اللي حققهم في النادي نتاعو بالضبط. نقول جودي نابورتو كوا، نقول مثلا الياس الصغيري اللي احنا حكينا على الياس، الياس متعود يعمل في جمعيته ومتعود يعمل حسب المعطيات اللي عندنا اونتر 11 12 و 12 ودمي. الياس اليوم اذا كان بار اكزومبل نحن معنا عمل 13، لكن بار اكزومبل نقولوا في 70 دقيقه 80 دقيقه وصل الماكسيموم نتاعو، دونك ما لوجيكمون لو بروبابيليتي باش يكمل لك المباراه بنفس النسق صعيبه. هذا نظري سي هشام، نحب عمليا في الثلاثه ماتشات نتاعنا شكون من اللاعبيه اللي خرجتوهم بناء على عدم حضور او جاهزيه بدنيه فيما تبقى من المباراه؟ والله الحقيقه فما في المباراه دنمارك تاع الدنمارك ممكن سامحني ما نحبش نذكر اسماء، معناها ما نحبش ندخل في ماهوش عيب راهو يعني اذا واحد اعطاه كل ما عنده لعب 8 ولا 9 كيلومتر جري معناها واعطاه كل ما عنده بالعكس معناها وقاع التقييم البدني ما نجمش نقول لك بالضبط شكون وقاع التقييم البدني لبعض اللاعبين يعني وقاع صارت التغييرات اضطراريه بناء على مش اضطراريه خلينا نقول لا مش اضطراريه نزول الحضور البدني في المباراه. انا واجب يجيني المدرب يقول لي رايك توا عندي خيارات نحب نغير ما بين لاعب ولاعب شكون اللي ترى انه مازال ينجم يواصل وشكون ترى انه اقل درجه الامكانيات نتاعو ما تمكنوش باش يواصل انا وقت نعطيه رايي البدني من بعد القرار الفني يرجع للمدرب. رايك البدني على حسب التقرير اللي عندك في اثناء اللقاء. نحن احنا اترافير الجي بي اس كل شيء عندنا في اللايف موجود معناتها قاعدين نشوفوا ونتابعوا عندنا تابلو ديجا محضرينه من قبل لي بيرفورمانس نتاع كل ملاعبي. كي نقول لكم لي بيرفورمانس راهو مش كان الديستونس معناتها عندنا بليزور اوتر بارامتر اللي قاعدين نشوفوا فيهم معناها هذوك زاد يدخلوا عندهم اهميه كبيره في التقييم. يعطيك الصحه بسرعه بسرعه استسمحك عادل سريعه جدا لانه قال حاجه مهمه بالتنسيق مع جلال القادري في 13 تغيير لو ذكرت صحيح عملنا 5 5 3 فرنسا عملنا كان 3 شونجمون في 13 تغيير كنت مساهم في التغييرات نتاع ثلاثه مباريات اللي عددهم 13 مع جلال القادري رجع لك في 13 تغيير
بما فيهم تغيير ودخول فرجان اساسي. اذا كان ما فماش اشكاليات على الجانب البدني ما بين الشوطين، نحن نعملوا الفيدباك نتاع الشوط الاول، نجلسوا اطار فني مع بعضنا نشوفوا نحاولوا بسرعه، كان فما حاجات ممكن تداركها نحكيوا فيها، لكن في المجمل الحقيقه ما نقولكش اللي احنا كاطار مسؤول على الاعداد البدني شاركنا في 13 تغيير، مستحيل صعيب ياسر، لكن في بعض الاحيان يقع التشاور وندخلوا نعطيوا راينا، وكما قلت لك دائما وابدا القرار يرجع للمدرب الأول. واضح على كل حال يقع الاستئناس دائما وابدا بالمعدل البدني، اكيد في علاقه بسعاده اللاعبين اثناء المباريات. بربي سعاد الملاحظه فيما يخص يوسف المساكني اللقطه اللي عديتوها، احنا سمعنا برشا كلام في كاس العالم وبرشا احاديث خرجت ما عندهاش حتى اساس من الصحه. الحقيقه نحن راهو عائله كبيره، المنتخب يعيش في اجواء ممتازه، علاقه اللاعبين في بعضهم علاقه ممتازه جدا، فيها برشا احترام فيها برشا تقدير لكادر كما وهبي كما يوسف، بصراحه كانوا ممتازين جدا ويزمك تعيش معاهم عن قرب باش تعرف الاهميه الكبيره اللي عندهم في المجموعه، وباش تعرف الاحاطه الكبيره اللي قاعدين يقوموا بها مع زملائهم. زاد في نفس الوقت كما اشار سي سفيان مش رمي ورود، نحب نشكر المكتب الجامعي وعلى راسهم سي وديع لانه وفر لنا كل الامكانيات الممكنه، تشوفوا في التقنيات المتطوره اللي مكنتنا باش نكونوا حاضرين ونقارعوا منتخبات كبيرة عندها تاريخ وعندها إمكانيات كبيرة أكثر أكبر من تيوريكمو أكبر من تونس. الحمد لله كنا في المستوى واللي بيرفورمانس نتاعنا تشهد على ذلك. يعطيك الصحة سي هشام، أكيد بعد تو نختم معك الحديث لكن نقدموا شوية تقديم مباراة المغرب إسبانيا، أكيد وسود الأطرس يتحدون الثيران الإسبانية صح التعبير، فلمن ستكون الغلبة؟ إن شاء الله تكون المنتخب المغربي شقيق. ملك ساسي في هذا التقرير. بعد ما كرر أسود الأطلس إنجاز مونديال المكسيك 86 وبات وقتها أول منتخب إفريقي وعربي يبلغ ثمن نهائي كأس العالم، يسعى زملاء زياش مواجهة إسبانيا غدوة كتابة تاريخ جديد في مشاركتهم السادسة وتحقيق ما فشل فيه جيل التيمومي وبودربالة بلوغ ربع نهائي كأس عالم للمرة الأولى. من تعادل قدام وصيف مونديال روسيا 2018 وثنائية قدام ثالث النسخة الفارطة المنتخب البلجيكي وثنائية أخرى في الشباك الكندية. أبناء الرقراقي يروجوا منتخبات المجموعة السادسة ويعبروا الدور 16 في الصدارة. أما المنتخب الإسباني فقد أهل لويتيام باحتلال وصافة المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط من فيكتوار قدام كوستاريكا، تعادل مع ألمانيا قبل أن يخسر قدام اليابان اللي اختفى صدارة المجموعة، وكاد المنتخب الإسباني قاب قوسين أن يغادر المونديال. إسبانيا المغرب هي المواجهة الثانية في كأس العالم، مع أنه زوز منتخبات كانوا تقابلوا في النسخة الأخرى وتقاسموا نقاط المباراة. ماتش غدوة يعاون فيه راجراجي على خبرة ملاعبيته ومعرفتهم الجيدة بالكرة الإسبانية للإتاحة بواحد من أفضل المنتخبات في العالم وأبرز المرشحين للفوز باللقب. صحيح كتيبة لويس إنريكي فيها ترسانة من النجوم اللي طلع في أكبر الأندية الأوروبية، لكن الأمل يبقى قائم في زياش وزملائه آخر من يحمل مشعل الكرة العربية في هذا المونديال. اليوم تنتفي الرايات والانتماءات، الكل خلف المغرب في مباراة إسبانيا، نعيشوا حلمة الترشح للدور القادم. Morocco.
بالتأكيد مباراة كبيرة تنتظر المنتخب المغربي أمام العملاق الإسباني، لكن المردود اللي قدمه المغرب في هذا المونديال يخلينا نتفائل خيرا بالمشاركة العربية، المنتخب العربي الوحيد اللي قاعد في السباق لحد الآن. حسني، مغرب إسبانيا أفيش كبيرة أيضا، حتى على خلفية العلاقة بين البلدين، القرب الجغرافي شبيه جدا بمباراة فرنسا تونس. أنا تتجاوز مباراة كرة قدم، فيها برشا رسائل، فيها برشا معاني، وفيها برشا يعني خلينا نقول منافسات إن صح التعبير على مستوى تعرف على المستوى التاريخي يعني. أكيد طبعا. أكيد جبل طارق وسبتة ومليلة فاصلة بينهما وقرب جغرافي ويعني ذهاب من الجانبين سواء للمغاربة إلى إسبانيا وعكس ذلك، الإسبان يعني يحبذون المغرب كوجهة سياحية. اختصارا المباراة صعيبة على منتخب المغرب، لكن المغرب ما ننساوش في هذه الآونة عادل عنده على كتافه تمثيل العرب وإفريقيا، آخر منتخب عربي في المونديال، آخر منتخب إفريقي يعني نجح في الصمود، وبعدين كلام كبير على زياش، حكيمي، مزراوي ونجوم المغرب جماعة إشبيليا، وبالتالي نأمل خيرا عادل في المغرب غدوة. بما أنك تتحدث على النجوم، عبد الرزاق خيري واحد من أبرز نجوم الكرة المغربية، كان تألق في مونديال 1986، سجل هدفين للمنتخب البرتغالي، وأكيد موجود على عين المكان في الدوحة غاية ليلي حاورته قبل المواجهة الحاسمة في صور ومتابعة لأمير العوية. نشاهد الحوار ثم نعود. أريد المشغل الرسمي للاتصالات في تونس لبطولة كأس العالم فيفا قطر 2022. شنو يعني لك تأهل المنتخب المغربي بعد 16 سنة؟ افتخرين بالمنتخب المغربي، وكنا نطمح من قبل أن تكون المنتخبات العربية متواجدة في دور 16، السعودية وتونس، لكن مع الأسف كان خروجا مبكر. ورغم ذلك فقدموا مقابلات في المستوى وقدموا صورة جميلة على بلدهم، وأعتقد أن المنتخب المغربي يحقق إنجاز بعد 36 سنة لتأهله للدور 16. نصايح توجهها غدوة للملاعبين؟ نتمنى من اللاعبين أن يكونوا في أحسن تركيز، وأن يلعبوا بواقعية، وأن لا يخافوا من المنتخب الإسباني، رغم أنه يعتبر رقم واحد في امتلاك الكرة واستحواذ على الكرة، لكن هذا لا يعني أنك تستحوذ على الكرة وتفوز المقابلة، فكل شيء ممكن. والمنتخب المغربي كما قلت لك يمكن أن يحقق المفاجأة لو لعب بشكل صح وبأقل أضرار، بدون أخطاء، بدون أن يرتبك. أعتقد أن بإمكانه أن يحقق مبتغى جماهير العربية والمغربية. شنو رأيك في أداء المنتخب التونسي؟ والله المنتخب التونسي حقيقة أنا جد حزين لخروجه، لأن كان بإمكاني أن يكون مع الـ 16 الدور المقبل. أعتقد أن مباراة أستراليا هي التي ربما ضيع فيها النقاط الثلاث، وكان تهاون نوعا ما من طرف اللاعبين، رغم انتصاره على المنتخب الفرنسي لم يشفع له أن يتقدم إلى الأدوار المقبلة، لكن تبقى مشاركة مشرفة نوعا ما. وأعتقد أن المنتخب التونسي بهذه المجموعة ربما يكون شأن مستقبلا إن شاء الله. لو كنت تحكينا على سوفينير نتاعك كوب دي موند مكسيك. وي كوب دي موند 86 الميور سوفينير جافي ماركي دو بيت كونتر البرتغال، كانوا هما اللي أهلوا المنتخب المغربي لأول مرة، أول منتخب عربي إفريقي يتأهل لدور 16، وهذا كان من أحسن الذكريات. ورغم أن الظروف كانت صعبة نوعا ما، ماشي بحال دابا الحمد لله كل شيء متوفر، ملاعب، الكرات، لكن على الحمد لله على كل شيء حققنا ما كنا نطمح إليه. وأتمنى حظ سعيد للمنتخب المغربي وجميع المنتخبات العربية إن شاء الله في الأدوار المقبلة إن شاء الله. شنو رأيك في مونديال قطر؟
والله مونديال قطر في الحقيقة مونديال رائع ومتميز، وأقول استثنائي لأن كل شيء فيه استثنائي. الحمد لله الدخول كان بسهولة وليونة، الملاعب دخول والدخول بسهولة كذلك، وأجواء رائعة من جميع الجماهير الحاضرة اللي جات من أمريكا اللاتينية، من إفريقيا، أوروبا، آسيا، الكل متلاحم والكل يد واحدة. وأعتقد أن قطر نجحت في تنظيم هذه الدورة رغم أنها بلد صغير، لكنها كبرت بأهدافها ومشاريعها وملاعبها وكذلك بتنظيمها لهذه التظاهرة الكبرى التي تجمع الكل العالم كل 4 سنوات. أريد المشغل الرسمي للاتصالات في تونس لبطولة كأس العالم فيفا قطر 2022. طبعا الشكر لغاية ليلي وأمير العويان اللي أمنوا هذا الحوار مع واحد من أبرز نجوم الكرة المغربية، وخاصة تألقوا في مونديال 1986 بتسجيل زوز أهداف في مرمى المنتخب البرتغالي. كابتن شريف، مباراة كبيرة ومباراة يعني لا تقبل القسم على اثنين، وانتظارات كبرى للشارع الرياضي العربي. زي ما قلت لك أمس، ده كلاسيكو الأندلس، مباراة صعبة على المنتخب المغربي، مباراة يعني سيكتب عنها في التاريخ، تأهل المنتخب المغربي للمرة الأولى للدور ربع النهائي. إن شاء الله يكون التوفيق حليف المنتخب المغربي. نتمنى إن دور الثمانية يبقى موجود فيه منتخب عربي ومنتخبين من أمريكا اللاتينية وخمسة من أوروبا. يعني إن شاء الله طبعا هي هتبقى تفاصيل وجزئيات، المباراة هتلعب على تفاصيل وجزئيات بسيطة، ولكن أنا رهاني على المنتخب المغربي إن شاء الله يعدي هذه المباراة وبالنجوم اللي موجودة فيه. هذا ما نتمناه. طبعا كان رأي الكابتن شريف عبد القادر الإعلامي والناقد الرياضي المصري، فماذا كتبت وسائل الإعلام وكيف تفاعلت وسائل الإعلام المغربية والعالمية مع هذه المباراة؟ أحمد فارس في هذا التقرير. مرحبا بكم في بريس المونديال، روبريك نتناول فيها عناوين اللي هبطت في الصحافة ووسائل الإعلام المحلية والأجنبية في علاقة بأكبر تظاهرة كونية مونديال قطر 2022. أقل من 24 ساعة تحصلنا على مباراة الدور 16 بين منتخب لاروخا ومنتخب أسود الأطلس في كأس العالم قطر 2022، مباراة لقات اهتمام إعلامي كبير. المغرب تترشح في صدارة المجموعة، وإسبانيا تخسر المرتبة الأولى بعد هزيمة غير منتظرة قدام منتخب اليابان. نبدأ بريس المونديال اليوم من قناة ESPN اللي تحدثت عن المباراة. المحللين أشادوا بمستوى المنتخب المغربي وقالوا إنه أبناء الرقراقي قادرين يتجاوزوا عقبة منتخب لاروخا. But again, it's not going to be easy. Morocco is a very, very tough team, very disciplined, and that's something that we struggle to beat. من ESPN نمر إلى موقع قناة DAZN الهولندية اللي نزلت مقال تحت عنوان بطل المجموعة السادسة يواجه وصيف المجموعة الخامسة. المقال ذكر بمسيرة المنتخب المغربي في دور المجموعات وقال إنه زملاء زيش قادرين يقدموا مردود كبير خلال مباراتهم ضد إسبانيا. موقع أسوشيتد بريس واكب أجواء الجماهير المغربية في الدوحة، المشجعين المغاربة كانوا متفائلين بقدرة منتخبهم على تحقيق إنجاز كبير والإطاحة بمنتخب لاروخا. أنا السعودي مشرفات للمغرب، والله أحلى شرفنا وشرف كل العرب أن المغرب تعطيهم صورة جميلة للدول العربية الأخرى. نواصل مع المواقع الإنجليزية. موقع The Week نزل مقال تحت عنوان بعد صدارة المجموعة المغرب يأمل في الذهاب بعيدا في هذه الدورة. في نفس السياق The Telegraph نزلت مقال ذكرت فيه أهم النقاط اللي يمكن للمنتخب المغربي يستغلهم لتحقيق الفوز غدوة قدام إسبانيا. من الصحف الإنجليزية نتعدى للمواقع والصحف الإسبانية، ونلقاو مجلة ماركا تحدثت على ندوة صحفية للمدرب وليد الرقراقي اللي قال ستكون مفاجأة كبيرة لو أزحنا المنتخب الإسباني. في الندوة الصحفية انفير الرقراقي إنه مباراة غدوة تحمل أي طابع ثأري، في إشارة للتعادل 2-2 بين زوج منتخبات في مونديال روسيا 2018. من الصحف الإسبانية نمر إلى الصحف والمواقع المغربية، والبداية مع موقع المنتخب اللي نزل مقال تحت عنوان لويس أنريكي يخشى ثلاثي الأسود، وهوني إشارة بالخصوص لزياش وأشرف حكيمي.
موقع البطولة ناول مقال نزل في الصحف الإسبانية اعتبرت أنه زياش هو التهديد الكبير للمنتخب الإسباني. نفس الموقع عرج على زيارة كيليان مبابي وجمال دبوز لمقر إقامة المنتخب المغربي، زيارة جي في إطار تحفيز أشرف حكيمي وزملائه من أجل الفوز على منتخب لاروخا. نختم مع موقع هاي كورة اللي تحدث على تصريح بيدري غونزاليس لاعب برشلونة الإسباني اللي قال إنه عنده ثقة كبيرة في إمكانية منتخب بلاده على الفوز بكأس العالم. هذه كانت بريس المونديال اليوم، نتقابل غدوة في روفي دو بريس آخر بأخبار جديدة. نتقابل غدوة إن شاء الله أحمد، وإن شاء الله المنتخب المغربي يكون متأهل للدور الربع النهائي. ونذكر غدوة بأكيد الموعد اللي مازال مناسب للمشاركة في المسابقة الخاصة ب 10,000 دينار كاش من أهداء التاسعة، طبعا ساعة ل 85,840 للفوز. لابد من الإجابة على الأسئلة باش تقوي حظوظكم في الربح، وإن شاء الله أكيد بعد غدوة بشكون عملية قرعة هنا في سدوات التاسعة من خلال برنامج المونديال. فحظ سعيد لكل المشاهدين. عادل الأطرش في كلمة، مباراة هامة وفرصة كبيرة لمنتخب المغرب أمام إسبانيا. أنا أشوف المغرب عنده حظوظ كبيرة برشا في باش يكسب الرهان هذايا، لأنه خاصة لما نشوفوا الفريق إسبانيا ماهوش فريق إسبانيا اللي تعودنا به، قلة الخبرة عندها الدور، الطموح وحده ما يكفيش. المغرب عندها فرصة كبيرة باش تنجم تترشح. سفيان، استحواذ على الكرة نتاع إسبانيا مش يعني يفوز بالمباراة، واللي عنده بونو واللي عنده الحكيمي وزيش ومرابط إيسرتو عزدين وناحي نجم يفوز بأي مباراة. عاد ماجي، المغرب المنتخب العربي الوحيد اللي حقق 7 نقاط، معناها من المنتخبات اللي شاركت في المونديال، يعني نقطة هامة تعتبر المغرب. ثم مباراة هجومية، شوف إسبانيا تلعب الكرة وتهاجم، المغرب تلعب الكرة زادة وتهاجم، باش نشوفوا تقريبا برشا أهداف، والتكاهم باش يكون صعيب برشا، لأن المقابلة معناها فرجوية هي، خاطر زوز فرق يكوروا مليح، دونك مقابلة صعيبة برشا، أما باش نشوفوا برشا أهداف. تشوفوا برشا أهداف، شوفوا ناصر شنو قاعد يعمل في الدوحة، طبعا في مباراة في الطريق إلى مباراة تونس فرنسا، معها أكيد مكم الدرواز اللي يهدنيك ويحييك عبد المجيد. نشاهد ثم نعود. تحية للناصر والمكرم الدروازي طبعا على الأجواء الكبيرة، هكذا كانت الأجواء في الدوحة. ما نعرفش عندك ما تعلم راهو الناصر التاسع بعثته خصيصا باش يعمل الجو هذايا، باش يكون باش يعمل الجو هذايا. طبعا كان في ختام سي هشام، تفضل. عايش سعادة، والله نحب نشكر زاد الإطار الطبي، لانه بصراحه نحن كنا في تنسيق دائم مع الاطار الطبي، ورا كل حصه كنا نجلسوا معاهم وكنا نشوفوا كيفيه استيعاب اللاعب للمجهود، كذلك كنا في نتابعوا واضح عمل في التنسيق مع بعض عمليه الاستشفاء. كيف كيف زاد نحب نشكر بقيه الاطار الفني، فما جنود خفاء اللي خدموا خدمه كبيره، قدموا وقتهم واعطاهم وقتهم وجهدهم. نذكر وليد تمنصور، كذلك مبارك الزطار، هم المسؤولين على التقييم والمتابعه. نحب من منبر هذايا نشكر كافه الاطار الفني مره اخرى، انا فخور لانه بالحق معناتها اطار فني تونسي شرفنا الحمد لله، وكنا قد المسؤوليه، وان شاء الله دائما المدربين التونسيين والمعدين التونسيين كل متفوقين. انا نفرح وقت اللي كلمني ساعات مدرب ولا مانجير يقول لي انا في حاجه الى معد بدني تونسي، لازم يكون تونسي او مدرب تونسي، فهذا فخر واعتزاز كبير لي، ان شاء الله يتواصل. يعطيك الصحه هشام غزيه، طبعا المعد البدني للمنتخب الوطني التونسي، شكرا لحضورك. ايضا شكر موصول سفيان الحدوثي، عادل الاطرش، حسن الزغدودي، عادل مجيد قباطيلي،
وبالطبع تحية كبيرة للإعلامي الكبير والقدير شريف عبد القادر، نورتنا طيلة هذه الفترة، وأكيد كانت طبعا إطلالة متميزة وإضافة طبعا متميزة من خلال حضورك، شرفتنا في بلاتو التاسعة في برنامج مونديال. أنا سعيد بلقائك وبلقاء النجوم توانسة وكابتن عبد الحق بن شيخة وكابتن قيس يعقوبي وكل النجوم اللي موجودين معنا في طوال الأيام اللي كنت موجود فيها، وإن شاء الله يعني ننتظركم في القاهرة إن شاء الله. عروض على المباشر، خليته عروض، عروض من الإعلام المصري باش يقدم برنامج في مصر بالطلعة اللي طلعته. لا تفدلك، قريتها صدقني قريتها حق الصيد. شنو عروض؟ رشحوني. يلا على كل حال جايتك ما كانتش بلاش لتونس، صح؟ فان شاء الله نتمنى لك التوفيق، واذا صار معنا عرض جدي اكيد نشوفوك مقدم لما لا برامج تلفزيون وانت لها، واثبت يعني في اكثر من مره قدراتك على مستوى الاعداد وعلى مستوى التقديم وعلى مستوى النقد والتحليل. انت زرت تونس لاول مره واعجبت ايما اعجاب بتونس، والدليل هذه الصور اللي نشاهدوها طبعا في علاقه بوجودك بتونس والجبه التونسيه والبرنوس التونسي اللباس الاصيل. هاو ننتظر فيهم مجمعة فرجي بشي حظوها التصويرة، ذيك هي ظروف المباشر كما يقول صديقنا عبد الرزاق الشابي. هذه طبعا شريف عبد القادر بالزي التونسي. على كل حال الترويج للباس التقليدي التونسي لقطة جميلة. أكيد نودعوك بالورود من أهداء عبد الكريم بن صالح. طبعا الورود تحية ليك وتحية من خلالك أنت للشعب المصري الشقيق. مشكور جدا كابتن شريف. مشاهدينا الكرام هكا نقول لكم الى اللقاء، شكر للجمهور، شكر طبعا لكم مشاهدينا على الاهتمام وحسن المتابعه. نلتقي غدا باذن الله تعالى في نفس التوقيت 9 غرباء، واكيد اخبار جديده ومتابعه متجدده لكاس العالم قطر 2022. تصبحوا على خير.